حسين حسني صاحب المطعم. يا استاذ حسين اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. دلوقتي يعني انا لسه بقول ده المحل شهير، يعني انا كل ما اسال حد يقول انا رايح اكل عند حسني الكبابجي يعني. بالظبط تمام. بص يا استاذ وائل، نلاقي لحم حمير في النهايه، يعني الناس دي كانت لحوم حمير طيله السنوات الماضيه. بص يا استاذ وائل، انا بس عشان ايه؟ عشان الوقت بتاع حضرتك. احنا بقالنا 60 سنه في المهنه، احنا 5 اخوات وكلنا معانا شهادات ومتعلمين، ودي سمعتنا مش هنخاطي بيها ابدا، لو احنا مش هنخاطي بيها لو بعد 100 سنه إيه، فاحنا ربنا اعلم بينا. وان الموضوع ده انا مقدم بلاغ في النيابه، بشكك في العينه ديت، لاني انا مش واثق فيها، مش واثق في نتيجه المعمل. اصل هم الناس هيستهدفوك ليه؟ لا انا مش هيستهدفوني، انا مش محدش يستهدفني. هو الدكتور محمود النضاري اللي عمل المداخله مع حضرتك جه عندي وبيفتش عندي قبل كده، وجه مره واثنين وثلاثه، وعارف ان احنا اسهل ما علينا. احنا بقالنا 60 سنه مش هنروح 60 سنه كنا ندخل مستورد بدل ما انا مندهش، يعني حتى الناس اهو في الكنترول اللي كانوا كتير عندك بيقول لك احنا هننهق بقى. اللهم كان ابوك كانوا بقى مسلمين يا عم حسني. استاذ وائل انا كنت هقول لحضرتك لو كده انت نفسك بتاخد من عندنا، واسال بتوع الانتاج في جميع المسلسلات عند الاستاذ مدحت شلبي بياخدوا وجبات من عندنا. تدمرتني صحيا كده يعني. بالظبط. فلو كده شوف حضرتك بقى انت مالك بتاكل عندنا قد ايه؟ في حاجه زي كده حصلت؟ احنا حضرتك دي سمعتنا ومش هنخاطي بيها، بقى لنا 60 سنه في المهنه، واحنا 5 اخوات كلنا متعلمين ومعانا شهادات عليا وسايبين شغلنا. طيب يا دكتور محمود. ايوه يا استاذ وائل. الوقت عم هو انا طبعا ما كنتش هقول اسم المحل، بس هو دخل بقى فخلاص بقى محل عم حسني الكبابجي يعني. فهنا بيقول انه انا شاكك في العينه وانا اتظلمت. والله يا استاذ وائل احنا بعد ما طلعت نتيجه العينه احنا بنفسنا رحنا كمان دخل يعني المدير الدكتور ميلاد مدير التفتيش، علشان المحل احنا عارفينه قبل كده كويس وكل حاجه، فراح بنفسه وسالهم هل ممكن يبقى فيه خطا؟ قالوا لا مش مشكله، احنا بنشتغل على الدي ان اي وحاجات كده. فاحنا يعني هو ده اللي خلانا ان احنا رحنا خدنا عينات كمان عشان نتاكد لنفسنا من المحل الكبير، لان نتيجه المعمل المفروض ما بتغلطش. المفروض ما بتغلطش. لا طبعا مفيش غلطه يعني. لا اصلا مش ما بتشتغلش. طيب يا عم حسن، انت المصيبه في ده انك هتخلي الناس تقول بقى لا في لا محل شهير ولا مش مشهور، هتخوف الناس لانه سمعه المحل يعني محل اسمه كبير وبيحقق ارباح كبيره، فانت محتاج ليه نغش ونجيب لحم حمير يا عم حسني؟ انا مش محتاج يا استاذ وائل ان انا اعمل كده، ده بالمنطق. انا لو عايز اعمل حاجه زي كده كنت ادخل لحمه مستورده اللي لا ممنوعه ولا عيب ولا حرام، انما انا مش هضيع سمعتي عشان حاجه زي دي. وحضرتك موضوع ان التحليل دوت ما بيغلطش، لا بيغلط، ممكن العينه ما تروحش في محفوظه في نفس المكان، ما تروحش في نفس اليوم، ممكن تحليل حضرتك كام تحليل قبل كده؟ لا اصلها لحم حمير يعني. لا هنا مش لحم فاسد، انت ممكن تقول لما خدوه من الثلاجه فسد. يا استاذ وائل انا مش متاكد ان العينه اللي راحت بتاعتي اصلا، لان هو دوت ما اتاخدتش ما اتشمعتش عندي في المحل ولا اي حاجه، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ وائل، التحليل ممكن اللحمه المستورده يا استاذ وائل اللي بتيجي من بره مصر وبتخش لحد ما تنزل في صحه البلدين، وانت جبتها وطلعت بعد كده فاسده، دخلت ازاي؟ مش اتحللت قبل ما دخلت وقالوا سليمه؟ وصلت بقى ازاي بعد كده طلعت بيضاء؟ دخلت ازاي مش اتحللت وطلعت لجنه من الصحه والطب البيطري؟ طيب. والجهات القضائيه قالت ان كل ده سليم. انا بس يا عم هو انت المفروض بتجيب انت يعني واحد من اشهر كبابجي في واحد من اشهر 5 بص يا استاذ وائل كبابجيه في مصر، بتجيب لحومك منين؟ ايوه انا بجيبها من اماكن كلها معتمده، مكان اماكن ما بشتريش لحمه من بايه، ما بشتريش من ناس ما اعرفهمش. والدكتور محمود النضاري معاك على التليفون، اساله احنا بنجيب رايك منين؟ احنا في حاجه الدكتور محمود ما هو معنى كده انك قلت يا جماعه ما في ظل ارتفاع اسعار اللحمه لا يا استاذ وائل هتيجي نكسب اكتر. لا كنا جبنا ونضرب لنا 100 حمار والكباب بقى انت عارف الكباب بيبقى مخلوط بالبهارات ومحدش حاسس. لا كنا نجيب لحمه مستورده يا استاذ وائل، وما كناش نجيب حميه، نجيب لحمه مستورده ما دخلناش جهنم، كنا نجيب لحمه مستورده. واسال بقى يا استاذ وائل الاستاذ الدكتور محمود النضاري جنبك والدكتور ميلاد، اساله قول لهم انتوا دخلتوا عند حسني الكبابجي اكتر من ميه، شفت عنده لحمه مستورده؟ طب ما انا لو كده كنت جبت اللحمه المستورده وهو عندك وحليت. هو راجل مذهول يا عم حسني، بيقول ده محل مشهور وانا ما كنتش متخيل ان انا هلاقي لحم حمير عنده.
طب ماشي، اقول لك حاجه ثانيه بقى يا استاذ وائل. دلوقتي لما تيجي تبقى انت اصابك فايخه سليمه ماشي، وتاخد من الفايخه السليمه اللي ربع فايخه تحلله، يجي يقول لك ربع فايخه ده مش بتاع فايخه ده بتاع قطه، هتصدق المعمل ولا هتصدق عينيك اللي انت شفت بيها الفايخه السليمه؟ اسال الدكتور محمود شافي في خد اللي بالكندوز عندنا، فايخه سليمه ولا متقطعه؟ نفس الكلام جاي بتفرم في المذبح عشان تشتري اللحمه مفرومه، انا بفرم في محلي، والدكتور محمود النجار يعلم كده، وشاف مكان الفارم اللي عندنا، احنا ما بنفرمش بايه، ما بنشتريش مقطعات، ما بنشتريش مقطعات، بنيجي الفخده سليمه، فخده العجل الكندوز 50 كيلو، الفخده متشفيه 50 كيلو، يعني بالعين المجرده باين دي ايه؟ اما انا اخد من الفخده دي كيلو وافرمه، ويجي المعمل يقول لي دي بتاعت حماي، يبقى انا اصدق المعمل ولا اصدق العينيه اللي انا شفتها فخده 50 كيلو؟ ما لا يعني بص يا عم حسني، انا مش هقدر اشكك في المعمل ابدا. لا لا يا استاذ وائل، ما حصلش قبل كده المعمل قال دي لحم حمير وطلع مش لحم حمير. يا استاذ وائل، اللحمه المستورده اللي بتيجي من بره مصر بتخش ويقول انها سليمه وبتطلع بايظه، بتيجي منين؟ طب ماشي نحاسب الناس، بس ما يعني لا احد يتخيل انه عندك لحم حمير يا عم حسني. لا يا استاذ وائل مفيش كمان حاجه دي، والدكتور محمود النجار فون السوا اللي جت في البرومو مش هي دي، السوا دي مش من عندنا، واسال الدكتور محمود النجار العينات اللي واخدها قد ايه، احنا حاسين الكلام ده اللي هي فين، احنا في التحليل اللي احنا عاملينه ده اللي نازل بتحقيق. السوا دي اساله هو معاك على التليفون، هل السوا دي شافها في الجيزه او في الفايل اللي هو راحه، السوا اللي موجوده في البرومو ديت، اساله هو العينات اللي خدها قد ايه والكميات اللي كانت موجوده عندنا قد ايه، سواء في الجيزه او في او هنا، تمام؟ وبعدين يا استاذ وائل، انا بدور على مكتب، انا كان زماني فاتح 50 فرع، وكان زماني مش واقف جوه الفرع بنفسي، انا ايه اللي يتعبني انا واولادي واخواتي كلنا كل واحد يقف في فرع، كان زمان عندنا بدل الفرع 20 فرع. احنا انا بس يا عم حسني اللي بيهمني صحه، اللي يهمني هنا صحه الناس، صحه الناس خاصه لما تكون انا عايز، لان بعض الناس يقول لك لا لا ازاي انت بتشكك، ده اسم المحل مشهور يا استاذ وائل، مش ممكن يعمل كده. بص يا استاذ وائل، اقول لك بقى حاجه، انت عايز تعرف الكلام ده حقيقي ولا لا، اسال زمايلك انت اللي بياكلوا من عندنا وفي البرامج، اغمى عليهم في الكنترول اهو، نصهم اغمى عليه بعد ما سمع ده، لا لانهم كلوا كتير، فيعني انا ممكن مره ولا اتنين كده يعني، لا يا استاذ وائل عملناها يعني، لا يا استاذ وائل، لا اسالهم، لا اسالوا يا استاذ وائل، واسال الاستاذ مهدي القماط، واسال كل اللي موجودين، احنا اسال الاستاذ محمد سمير بياخد المسلسل بتاع الامام قد ايه، انت هتقول اسماء الزباين يا عم حسني؟ انا مش هقول اسماء، انا عندي زباين قدامي.